إخراج الزكاة في صورة شهرية لا بأس، تنظيما لحال الفقير، لأن الفقير عادة غير رشيد، لو أعطيته كل الفلوس يروح يصرف يشتري فتيو ودش. لا، اعملها له شهرية عشان العيال تاكل ويتعالج ويسدد الديون اللي عليه وهكذا. هل يجوز إخراج الزكاة الفطر نقود؟ نعم، وقيمتها تتراوح من 5 إلى 7، وبها نفتي علشان الحاجة غليت.